الصراع داخل اليمن الذي اكتسب طابعا طائفيا ولو عن طريق المبالغة سلط الضوء على المذهب الزيدي وعلاقته بالحوثيين، وفي بعض الأحيان اختزل هذا المذهب المعتدل بالجماعة الحوثية التي يؤخذ عليها بحسب مراقبين محاولة تقزيمه عن طريق بعث نفس خميني فيه. صحيح أن الحوثيين ينتمون إلى الزيدية التي تعرف تاريخياً بأنها أكثر مذاهب الشيعة اعتدالاً وأقربها إلى السنة، إلا أنهم تبنوا نسختها المتطرفة المعروفة بالجارودية التي تميل إلى الغلو وتتماهى في بعض الأحيان مع الفكر الاثني عشري. ولعل أبرز تجليات هذا التماهي المستجد إحياء ذكرى عاشوراء الذي شهدته اليمن للمرة الأولى في تاريخها هذا العام. فجماعة الحوثي تأسست على يد حسين بدر الدين الحوثي عام 91، الذي اعتبر التجربة الخمينية مثالاً يجب اتباعه. ففي محاضرات كان يلقيها على أتباعه، أفصح الحوثي عن رؤية تنسجم مع الرؤية الخمينية للعالم، إذ اعتبر أن السنة مهزومون عبر التاريخ. وكان والده سبقه في هذا الاتجاه عبر محاولاته المتكررة إعادة بعث حكم الإمامة والتي باءت بالفشل. الحركة الحوثية التي هدفت في بداياتها إلى تمثيل الزيديين في المؤسسات الحكومية سلكت بحسب مراقبين طريق حزب الله في لبنان، بداية في التسمية إذ أطلقوا على أنفسهم اسم أنصار الله، مرورا بالعقيدة وليس انتهاءا بتبني العمل العسكري لتحقيق أهداف تنموية في الظاهر وسياسية في الباطن، وهو ما يراه محللون سعيا من طهران لسلخ الشيعة عن محيطهم العربي وتحويلهم إلى مشروع مشابه للإخوان المسلمين. كريستيان بيسري، العربية.